هددت إيران ونص سكان العالم. إيه هي الزعاجة المصرية؟ أنا محمد الزمزمي ودي حكاية الترند. الزعاجة المصرية مش بعوضة عادية، خطرها أكبر من كورونا اللي هددت العالم لكذا سنة، وسرعة انتشارها مرعبة. يرجع تسميتها إلى المكان اللي اكتشفت فيه وتم تصنيفها فيه للمرة الأولى، لكنه لا يعني إنها بعوضة مصرية بالأساس. السلطات الإيرانية أعلنت عن وجودها في أكتر من 40 مدينة، وطبعاً محدش كان يعرف خطورتها ولا طرق الوقاية منها. البعوضة دي دايماً موجودة حوالين الإنسان وفي التجمعات السكنية، وبتحب المياه النظيفة الراكدة زي مثلاً المياه اللي بتنزل من التكييف. وبالنسبة لخطورتها، فالإناث بس هي اللي بتقرص الإنسان وبتنقل الأمراض، أما الذكور مش بيعيشوا أكتر من 4 أيام ومش بيقرصوا. البعوضة دي بتسبب حمى الدنك وفيروس زيكا كمان والحمى الصفراء، وبتقعد في جسم الإنسان حوالي 10 أيام علشان تظهر عليه الأعراض. والسبب الأساسي اللي بيساعدها على الانتشار هو التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وطبعا كلنا شايفين الجو عامل إزاي دلوقتي. طب إيه هي طرق الوقاية؟ يعني نعمل إيه عشان نتجنب أكبر قدر إننا ما نتصابش؟ التخلص من المياه الراكدة ونسيطر كمان على أماكن تواجدها. لكن حتى الآن السيطرة على البعوضة دي صعب جدا، وما فيش أي مصل حتى الآن قدر يخلصنا منها. الزعاجة أثرها وصل لنص سكان العالم، لكن النوع المصري دلوقتي موجود في إيران حاليا هو الأسرع انتشارا. فيا ترى الفترة الجاية هنلاقي لها علاج ولا أصلا هنقدر نسيطر عليها؟ ولو عايز تعرف حكاية أي ترند ما تنساش تتابعني. سلام.